سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانين، مرحبا بكم معايا في قناة الأناقة وجامع مع جنات وعواشر مبروكة. وبالنسبة للعواشر أنا بغيت نصيب واحد الكسيبة، بغيتكم تشوفوا الطريقة ديالي معايا كيفاش دايرة. صراحة زوينة، النتيجة ديالها فزيلة. غادي نبداو وغنديرو في الصالط القندورة. غنتني التوب بحال هكا على جوج كالعادة، بحال ما هكا، وغادي نديرو ليها هكا. غنديرو من التحت عريضة بزاف حيت هي قصيوة. دابا غناخدو العبار اللي عندنا هنا، عندنا في الكتاف 39، غنجيو نطبعو الكتاف. للتذكير هاد الكسوة هادي طاية XL وكتلبس حتى في الخرجة. عندي العرض، عندنا 24 في العرض. دائما جوج شرطات، ونخرجوا الإباطة. وهنايا غادي نهبطو، غادي ندخلو بواحد جوج سنتيم تاع الحزام بحال هكا، وغادي ناخدو مقص نقطعو. هيا غادي يكون عندها لاستيك، غادي تجمع كلها. وغادي نعبرو البلاصه ديال الحزام اللي غنديرو فيها لاستيك والشوطاج الفرنجه. عندنا الحزام 36، دائما نخلي سنتيم فوق ديال الخياطه، ونطول 36 هو هذا. ونعبروا من هنا ثاني باش يجينا الحزام كيف 36. وغادي نثنيو الحزام
ثم غنطبو في 36 من الجهة الأخرى كما هكا. وناخذ الجهة التحتانية هي هذه، سوف نطبع فيه 36 حتى الحزام. أولا الجهة التحتانية نحاول ندير فيها 35 تاعت اللور هذا تاعتها. دابا غنجيبو باش نصيفو العنق. غنجيبو دابا نطيبو لكم نجيبو داك الشوب اللي قطعنا من التركيز تاع الكسطة نعرض عليكم كالعادة بحال هكا باش يجينا قد الكم. عندنا الطول تاع الكم، عندنا كم 23 في الكم، أنا غادي نخلي دائما سنتيم، ندير 23، وغادي نعبر راس الكم، عندنا فيه 28. وغنديرو هنايا تلطين ديال الكسطة من اللور. وهدا ودابا الكسيوة ديالنا صبحت واجدة،
بالنسبه للناس اللي عاد شافوا القناه ديالي كنتمنى يديروا اشتراك في اليوتيوب وبقاو يتواصلوا بالجديد، وما تنساوش ديروا جيم الى عجبكم الفيديو، تمنوني الفيديو الجاي ان شاء الله، ولا لقيت الوقت غادي نخيطها ان شاء الله ونوريها لكم. وكنعتذر على التاخير ديالي على التصوير في القناه حيت عندي ظروف وما كنلقاش الوقت باش نصور، وانا استفدت من هذه القناه بغيت غير نكتسب الصداقه ديالكم. كنتمنى تدعموني وديروا اشتراك وتبقاو تواصلوا معايا بالجديد، ما تنساوش بكم غنستمر. السلام عليكم، استنوا الفيديو الجاي.